كمينة. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جميل إن شاء الله، يكون يوم مميز لكل مشاهدينا، ويكون يعني الجو يفضل لطيف كده زي ما هو دلوقتي يا رب إن شاء الله. بص أنا مش هسألك أسئلة كتير، أنا عارف إن أنت بس نحطك على أول التراك، أنت بتنطلق أنت وكل الزملاء المراسلين بتعملوا شغل زي الفل ما شاء الله. فقول لنا بقى إيه الأوضاع عندك في النادي، إيه المستجدات، يعني نسبة الحضور من الأعضاء، الحالة المرورية وما إلى ذلك. يمكن بدأ توافد الأعضاء في الساعات الأولى المبكرة من اليوم، يمكن الجو مساعد كمان، درجة الحرارة في الساعات الأولى بتبقى كويسة جدا. يمكن أنا مستمتع هنا بوجودي في النادي بصرف النظر عن الشمس اللي في وشي، لكن بصراحة الجو كويس، في نسمة هواء لطيفة جدا وملائمة. بالنسبة للكثافة المرورية، يمكن طريق المعتاد من مصر الجديدة مرورا بصلاح سالم كوبري 6 أكتوبر. الطريق بصراحة النهاردة فيه سيولة مرورية كبيرة جدا على كوبري 6 أكتوبر، ودي من النوادر يعني، الحمد لله الطريق بيبقى حوالي من 18 ل 20 دقيقة. نروح بقى للأنشطة في النادي. يعني يمكن الفترة دي في اجتماعات لجنة المرأة بالنادي الأهلي تعقد برئاسة أستاذة أنهار أنديل لمناقشة بعض الأمور والأنشطة التي تخص المرأة، مش بس هنا في فرع الجزيرة ولكن في جميع فروع النادي الأهلي. نروح للفرق الرياضية. يمكن وأنا بكلمكم دلوقتي انتهت بالفعل تدريبات السباحة لفريق 2009. يمكن عايز أعرفكم كمان أن تدريبات السباحة في النادي الأهلي بتبدأ تقريبا من الساعة 5 الصبح، ويمكن ده كمان استعداد عشان يكون جاهزين واستعداد قوية جدا للموسم القادم، عشان النادي الأهلي يقدر يحرز إن شاء الله الكثير من البطولات. بمناسبة البطولات، النهاردة إن شاء الله هيكون في مباراة نادي الأهلي والصيد لفريق الطايرة. يعني النادي الأهلي بيقدم عروض متميزة جدا جدا في بطولة كأس مصر. النهاردة إن شاء الله يكون النهائي الساعة 6 بملعب بصالة الشرقية للدخان. بتمنى إن شاء الله إنه يكلل تعب فريق السيدات بالفوز ببطولة كأس مصر، بيقدموا بصراحة عروض أكثر من رائعة. حابب كمان أبارك لفريق طايرة للرجال، أمس قدمنا مباراة قوية جدا وقدرنا إن احنا نفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. يمكن النادي الأهلي قدم مباراة بصراحة في غاية الروعة، النتيجة دي تأهلنا لنهائي بطولة كأس مصر غدا إن شاء الله أمام طلائع الجيش، منافس بصراحة قوي وعنيد جدا، ولكن النادي الأهلي إن شاء الله هيقدر إنه يفوز بالبطولة زي ما هو معودنا في ظروف استثنائية، لكن هو ده النادي الأهلي. نروح لفريق الكوره. يعني حابب ابارك للفوز بالدوري ال 42 والخامس على التوالي للاعبين والجهاز الفني ولكل المشاهدين. يمكن كوتش رينيه فايلر امس عمل جلسه مع اللاعبين وقال لهم خلاص فرحنا بالبطوله وعملنا احتفالات، نبدا بقى استعدادات قويه جدا للبطوله الاهم والحلم يعني التاسع لجماهير النادي الاهلي. يمكن النهارده في تدريبات الساعه 4 استعدادا لمباراه اف سي مصر غدا. يمكن بعد المباراه هيكون في معسكر مغلق للفريق. خلاص بنبدأ تدريبات قوية جدا واستعدادات قوية جدا، قدامنا حلم هو بطولة أفريقيا. أنا معاكم على مدار اليوم هنا في النادي الأهلي فرع الجزيرة، لو في أي استفسارات يا كريم أو أي أسئلة يا نهواند أنا معاكم. ربنا يخليك ودايما معانا كده ومنور النادي الأهلي فرع الجزيرة. بنشكر زميلنا العزيز مراسل قناة النادي الأهلي مينا ماهر، شكرا جزيلا، ونرجع عشان نستكمل مع حضراتكم سلسلة أخبارنا. نكمل بقى مع حضراتكم.